ناصر منسي يعني بقول له الف سلامه، برضه كان تعبان شويه كده وغاب عن تدريبات نادي الزمالك. جاهزيه محمد صبحي لمباراه الاتحاد، في مشكله كبيره لنادي الزمالك دلوقتي، في شكوى من نادي سبورتنج لشبونه ان الزمالك ما دفعش فلوس شيكابالا. كانت فلوس شيكابالا قد ايه؟ كانت حوالي 500,000 دولار، ده من زمان قوي لما كان شيكابالا في سبورتنج لشبونه، يعني من حوالي 6 7 سنين. فال 500,000 دولار ما اتدفعوش، فنادي سبورتنج لشبونه عمل شكوى ضد نادي الزمالك، والمحكمه الرياضيه الدوليه اصدرت حكم ضد نادي الزمالك ان الزمالك تجاوز كمان الفتره القانونيه اللي كان المفروض يدفع فيها ال 500,000 دولار، فبقوا 1,000,000 دولار، وفي فوائد على ال1,000,000 دولار 400,000 دولار، فالمبلغ بقى 1,400,000 دولار لازم الزمالك، يعني حكم المحكمة الرياضية الدولية هيوصل نادي الزمالك خلال ساعات، وأول ما الحكم ده يوصل إن الزمالك يدفع 1,400,000 دولار لازم الزمالك يسدد 1,400,000 دولار دول خلال 30 يوم. لو الزمالك ما سددهمش خلال 30 يوم يحصل إيقاف للقيد. مشكلة كبيرة جدا بيواجهها نادي الزمالك في الفترة الحالية. بقول لكم فلوس شيكابالا كانت 500,000 دولار، الزمالك قاعد يماطل من سنين ما يدفعش الفلوس دي، لغاية ما ال 500 دول اتضاعفوا بقى 1,000,000 دولار، وبرضه الزمالك ما التزمش، وفي غرامة تأخير 400,000 دولار، فالمبلغ 1,000,000 دلوقتي. يعني سبورتنج لشبونة عايز من الزمالك 1,400,000 دولار. مجرد ما الجواب الخطاب اللي هيجي من المحكمة الرياضية الدولية ومن الفيفا ان الزمالك يستلمه ان هو يدفع 1,400,000 دولار، الزمالك بيبقى قدامه 30 يوم مهلة يدفع فيهم الفلوس. لو ما دفعش بيبقى في عقوبات شديدة ممكن توصل إلى إيقاف القيد فترتين لنادي الزمالك. فموضوع صعب جدا، وعايز أسأل هو ليه الزمالك الفترات اللي فاتت دي كلها ما دفعش الفلوس دي؟ ومين اللي يحاسب على الكلام ده؟ لما يكون أنا مفروض أدفع 500,000 دولار لنادي سبورتنج لشبونة عشان لما شيكابالا رجع تاني من البرتغال، والفلوس انا عرفت قبل كده ان الفلوس دي اتدفعت، اتقال من المسؤولين في نادي الزمالك ان الفلوس دي اتدفعت، مش عارف ازاي ما اتدفعتش. وبرده كان في مهله قانونيه ان الزمالك يدفع ال 500,000 دولار، فال 500,000 دولار ما اتدفعوش، بقوا 1,000,000 دولار. ال 1,000,000 دولار ما اتدفعوش، وفي كان مهله قانونيه الزمالك ما دفعش ال 1,000,000 دولار، بقى في غرامه تاخير 400,000 دولار، فاتضاعفت مرتين. بدل ما ادفع 500,000 دولار ايام ما كان الدولار بقى كان بكام ساعتها؟ ب 8 جنيه ولا مش عارف بكام، او ب 15 جنيه. فكل ده ما اتدفعش، فدلوقتي العقوبه بقت على الزمالك 1,400,000 دولار، ولو الزمالك اول ما يستلم الخطاب حكم المحكمه الرياضيه الدوليه لازم الزمالك يبقى عنده مهله 30 يوم يدفع الفلوس، لو ما دفعش الفلوس هيبقى في مشكله. مش عارف والله اقول ايه في القصه دي، مش ما عنديش مش عارف ما مش عارف مش عارف احمل مين المسؤول يعني. الزمالك بيتواصل مع الياس شتي اللاعب الجزائري لضمه في الانتقالات القادمه. انا قلت لكم الكلام ده، اللاعب كان بيلعب في نادي انجي الفرنسي، ونادي انجي الفرنسي فسخ عقده، كان عنده مشكله كده في فرنسا بدون ذكر اسباب المشكله، فالنادي بتاعه فسخ عقده نادي انجي الفرنسي، والزمالك عايز يضمه في انتقالات الصيفيه القادمه. ان هو بيلعب مركز ظهير ايسر، والزمالك بيدور على ظهير ايسر، انه طبعا محمد عبد الشافي ده اخر موسم بالنسبه له، الزمالك هيستغنى عن عبد الله جمعه، في احمد فتوح بس طبعا ممكن احمد فتوح يجي له عرض ممكن كذا، فالزمالك عايز يضم الياس شتي اللاعب الجزائري.